أما هلأ بننتقل لمحطتنا الصباحية التالية، رح نتوقف فيها عند خشبة المسرح النابضة بالحياة والتفاعل والعرض المسرحي الملحمة الوطنية شام الذي يحتضنه دار الأسد للثقافة والفنون برعاية وزير الثقافة وبالتعاون مع مديرية المسارح والموسيقى، تأليف طلال لبابيدي وفكرة وأخراج وليد أحمد درويش، يلي رح يحكوا لنا عن أهمية هيدا العمل. أستاذ طلال، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، يسعد صباح جميع المشاهدين. اهلا وسهلا فيكم والله يعطيكم العافيه الله على يعافيك. هالعمل، قبل ما نحكي اكثر بتفاصيل عنه، كيف لقيتوا رده فعل الجمهور وتفاعله معكم؟ والله هلا لحد هلا عم بشوف على السوشيال ميديا وحتى باللقاءات مباشره مع الجمهور انه انطباعات كثير منيحه، هلا نقاد ما بلشوا بالنقد فينا. بس لا اجمالا الحمد لله الامور الانطباعات كثير حلوه. كان على اساس يكون معنا الاستاذ احمد بس تاخر شوي، وليد بدنا استاذ نوجه له وليد. عفوا الاستاذ وليد بنوجه له تحيه. أكيد. خلينا نحكي عن اهميه هيدا العمل، عم نحكي عن ملحمه وطنيه بظروف كمان حرب، فإله يمكن رساله او هدف اساسي. تمام، بدي اخبركم شيء يمكن هي حتوته صغيره صارت. الفكره بلشت من حوالي 8 سنوات فكانت تنتهي عند حرب تشرين التحريريه، كانت فكره الاستاذ وليد انه بدنا نحكي عن عمل بيحكي عن صمود الشعب السوري اللي ساكنين بمنطقه بلاد الشام بالشام، منطقه الشام عبر العصور، عبر الاحتلالات اللي مرقت عليها والغزوات. فنحن لما قررنا نبلش بالعمل واضطرينا ناجل سنه ورا سنه. لما فتنا بالازمه اكتشفنا انه هلا احنا عم بتنكتب فصول جديده بالصمود، فقررنا نضيف على العمل. يعني هي كانت حرب تشرين، صرنا نكتب ونضيف ونحذف، هيك الحمد لله انتهت اخر شيء. هون اجى يمكن بنفس اقوى. اكيد. نحن هي المرحله عايشينها، هذاك تاريخ كنا نقرا عنه او نسمع عنه، بس هي مرحله عايشينها، فكملنا نحن بهذا المنوال وختمناها بانتصارات الجيش العربي السوري لتحرير الاراضي. بالتاكيد استاذ طلال، يعني كيف قدرت تجسد هالفكره على خشبه المسرح؟ هلا كانت الصعوبه انه نحن في عنا حقب كثير تاريخيه، ولكن نحن اخترنا اهم او الاكثر ظلما وحاولنا نربط اللي ممكن نربط فيها مع بعض. الصعوبه كانت كيف ننتقل من حقبه لحقبه. قدرت اربط بشخصيه شاعر، يعني نحن عنا العمل تمثيل غناء رقص وموسيقى وشعر. نوجه تحيتنا لكل الاشخاص اللي شاركوا وكل أكيد الفنون اللي شاركوا معكم. عبر شاشتكم بدي وجه تحيه لكل حدا تعب معنا بهذا العمل، أكيد. لكل حدا دعمنا بهذا للجميع. العمل كان جهد كبير بفتره قصيره، يعني هو الفتره كانت معنا قصيره كثير للتحضير، وعدد كبير على المسرح، اكيد شفتوا عدد كبير من الممثلين والراقصين والفنيين كان ككادر على المسرح، قدرنا لحتى يعني يطلع العمل بطريقه جيده. طيب خلينا نحكي، لما نقول عمل نوعا ما فينا نقول متكامل، لما نحكي عن رقص وموسيقى موسيقى او شعر وتمثيل، في جهود جباره كانت وراء الكواليس عم تتحضر، قديش اخذ منكم وقت وتحضير؟ كان في يمكن سيمفونيه موحده بين الكل بالعمل. اكيد الفكره انه نحن كان حابين نعرضه نعطيه وقت اكثر بالتحضير، ولكن شفنا الظروف هلا انه مناسبه جدا كانتصارات وكمؤتمر والى اخره، فقلنا لازم ينعرض بهي الفتره، فكثفنا الجهود. نحن فعليا ما دربنا اكثر من شهر وعشر ايام على عمل مثل هذا. كان في تحضير قبل للموسيقى، للاجواء، التسجيل كان شغال قبل، ولكن كعمل شهر وعشر ايام بالضبط نحن كنا على خشبه المسرح. كنتوا راضيين عن الاصداء؟ يعني لما نقول شهر وعشر ايام من العمل متواصل، كان في اصداء مقابل هيدا العمل؟ الحمد لله، خصوصا انه يعني انا عن جد بدي اوجه لهم الشكر وتحيه لكل اللي شاركوا بالعمل. مو الكل اللي كانوا مشاركين معنا هن الناس كثير ممارسين ومحترفين، يعني انهم مشهورين، لا، في منهم هواة وجيل شباب، فكان هذا ظهورهم الثاني او الثالث على المسرح، فانه برافو قدروا يعني يطلعوا بهيك عمل بهذا. استاذ طلال، يعني اليوم هالعروض الملحميه قديش مهم عودتها لمسارحنا واعاده احيائها؟ تمام. هلا الفكره انه خلال الازمه بشكل عام حركه المسرحيه خفت، بتعرف كان في عندنا مهرجانات كثير والى اخره. هلا بالسنه الاخيره الحمد لله بلشت ترجع تتنشط الحركه المسرحيه. هذا النوع حتى من قبل كان خفيف، يعني كان عندنا شيء اسمه عروض راقصه، عروض تمثيل دراما، بس انه عرض يجمع الكل هذا النمط قليل عندنا. هذا العرض عمل ملحمي استعراضي شوي قليل عندنا، في تجربة أو تجربتين يمكن كان في بالسابق، فحلو هلا أنه يرجع يتجدد شيء، خصوصا أنه هو شامل. يعني في ناس أحيانا ما كتير بتهوى المسرح، في ناس بتحب تسمع موسيقى، بالعمل في موسيقى، فيك تسمعي موسيقى. حاولتوا يمكن تجمعوا جميع الأذواق. تمام، مختلفة الموسيقى عبر العصور، يعني في موسيقى متنوعة، اللي حابب الشعر
الشعر في كمية من الشعر كبيرة وبالفصحى وبالعامي وحتى بغير لهجات حسب الفكرة. اللي حابب يشوف رقص تعبيري، الرقص كان متنوع بين الشعبي والفلكلوري وحتى التعبيري والإيمائي، يعني كتير كان منوع، فهو شامل، كان عمل شامل لكل الفنون. اللي حابب يحضر هذا يعني ما حتلاقي مثل معرض. واللي حابب يشوف مقتطفات من هالعمل، كاميرا الإخبارية السورية كانت مرافقتهم بهالعمل. خلينا نتابع مع بعض المشاهد. أستاذ طلال، كنا عم نحضر مقتطفات من العرض المسرحي وكنا عم نحكي تحت الهواء عن كثير من التفاصيل والكواليس اللي الناس ما بتعرفها، المجهود الكبير اللي بتقوموا فيه غير التحضير الموسيقي إن كان ولا التمثيلي، كمان في أمور أخرى مثل الأمور المادية. كنا عم نقول لما نحكي 100 شخص 500 قطعة لباس، في كمان تكاليف على عاتقهم بتكون هي الناس ما بتعرفها ومتعبة نوعا ما. صح. نحن بنشكر كل مين دعمنا معنويا ولوجستيا، يعني كان في دعم معنوي ولوجستي، ولكن دعم مادي لحد اللحظة ما جانا أي دعم من أي جهة. كانت هذا العمل عم بيحكي عن تاريخ وعم بيحكي عن صمود وعم بيحكي عن انتصارات، فنحن بنتأمل بعد هذا الجهد. والناس يعني الناس حكت وعبرت عبر الصفحات على الفيسبوك وحتى بالجريدة الرسمية وإلى آخره، عبرت عن أنه العمل كان كتير معبر وكتير عم بيوصل فكرة حلوة، يعني خصوصا عن المرحلة الحديثة. التاريخ تقريبا صار معظمنا بيعرفه، بس الشيء اللي صار حديثا اللي كان في لوحات كتير معبرة وبكيت العالم فيها وتفاعلت فيها. مجهود مجموعة من الشباب، يعني مجهود كبير. عم نتمنى نحن يعني الأيام القادمة إن شاء الله إنه نلاقي دعم. أستاذ طلال، من بعد هالعمل هل جدكم بعض العروض إن كان داخلية أو خارجية ودعوات لتقدموا هذا العرض إن كان بسوريا أو برا سوريا؟ مبدئيا جانا عرض إن شاء الله قريبا، هلأ بيتم التنسيق له بالعراق، لأنه نحن تناولنا جانب يعني لما عم نحكي نحن بالترتيب التاريخي ذكرنا أنه داعش دخلت على العراق وبعدين على سوريا، فنحن تناولنا كمان بطولات الجيش العراقي، ففوراً جانا دعوة على العراق.
مع انه هي فقره صغيره يعني كانت، فاجانا وجانا دعوه على لبنان كمان. لكن يمكن محليا هلا يمكن اهالي العاصمه قدروا يجوا على دار الاوبرا ويحضروكم، لكن اكيد نتمنى هذا العمل ينتقل لعده محافظات. ما في نيه بهذا الموضوع؟ في طبعا هون بس بالصيف، لانه النيه انه تكون على مسرح مكشوف مو على مسرح مغلق. فهلا بالشتاء ما فينا نقوم بهذا، هلا هذا العمل بحاجه لمساحه كبيره، ما انه يعني نحن عرضناه على دار الاوبرا ما فينا نعرضه على مكان اصغر. فان شاء الله ممكن يكون في عرض قريبا جدا باول الصيف او الربيع بحلب على القلعه. بس هيك بنحرم جمهورنا بالمحافظات نوعا ما بهيك عروض؟ لا رح نحاول نحن، يعني بده يتم التنسيق اكيد مع المراكز الثقافيه او مع وزاره الثقافه وزير السياحه، لنشوف وين في مكان بيقدر يستوعب هذا المكان كديكور كاضاءه كعدد، يعني هو شوي شروطه صعبه. طيب خلينا نحكي يمكن أهمية العمل التاريخي اليوم والوطني على الصعيد كمان الظروف اللي عم نعيشها قديش مهم. لما نقول ملحمة وطنية سورية 7 سنين من الحرب وعندنا هذا النفس، يعني أنا بحس نوع من التحدي ونوع من الحياة والأمل والإرادة الموجود عند السوريين. لما نقول مجموعة من الشباب قرروا يعملوا عمل على هذا المستوى، قديش بتحس فعلا نحن مستمرين في الحياة مكملين ويمكن القادم أجمل بإيدينا فينا نخليه يكون أحلى إن شاء الله؟ أكيد في، يعني عند كل الموجودين لو ما في شغف، شغف بالحياة وشغف لتقديم شيء جميل والعودة للحياة، يعني الكل بدنا نرجع لحياتنا الطبيعية وبدنا نقدم الصورة اللي نحن متعودين عليها السوريين نقدمها، صورة الشعب اللي مسالم بيحب الحياة اللي بيحب الفن اللي بيحب الحضارة. ونحن اخترنا المسرح لنقدم هذا الموضوع بكل تفاصيله. يعني يمكن بالفترة الأخيرة شهدنا إذا بدنا نقول يعني أفلام سينمائية عم تحكي عن واقعنا، العديد من المسرحيات، العديد من الدراما السورية كمان اللي عم تتناول الواقع الحالي وأيضا عم تتطرق للماضي والتاريخ. اليوم كيف كنتوا عم تسعوا لتقدموا شيء جديد مختلف عن ما قدم وأيضا يكون يعبر عنكم وعن فرقتكم؟ تمام. هلا ذكرت انا انه العمل يحتوي يعني بيضم اكثر من فن. نحن حاولنا ندمج هي الفنون كلياتها مع بعض بعمل واحد بطريق العمل مدته ساعه ونص، ففي يعني خطوره بالموضوع انه ممكن يكون السرد او المناطق اللي فيها سرد ممله او شيء، فحاولنا ننوع. نحن حتى كان في شاشه اسقاط دائريه استخدمناها كديكور واستخدمناها كشاشة عرض، يعني مرة بيكون قمر، حتى كان في شيء اسمه جو ليلي وجو نهاري، يعني بيطلع القمر بيصير جو ليلي، إضاءة بتختلف وجو نهاري، فاستخدمناها كقطعة ديكور وكشاشة عرض. الشعر الموسيقى، يعني عبر تعدد الفنون حبيت تتميزوا. تمام. بلوحات متنوعة مختلفة، ما في لوحة بتشبه الثانية، ما في قطعة موسيقى بتشبه الثانية، ما في شعر بيشبه الثاني، في اختلاف كل 5 دقائق عم تشوفي شيء جديد مختلف تماما عن الشيء اللي قبله. بهذا الشيء حاولنا نعمل شيء جديد، يعني انه دمجنا بين هالفنون، قدمنا شيء جديد، حتى بصريا كان في شيء جديد تماما. طيب استاذ طلال، بعد هي الخطوه في تحضيرات لعمل قادم او مشروع جديد، خصوصا لما تقول انه كان في اصداء جميله على هيدا العمل، بيحطك بين مسؤوليه وتحدي بانجاز عمل اخر يكون على قد المستوى؟ اكيد. هلا بس نحن اول شيء يعني حابين هذا العمل ياخذ حقه. هو كيومين اكيد ما يعني غير كافي. نحن رح ظلم للعرض لما يكون عرض كبير او بهيدا المستوى او في عدد كبير من الممثلين والفنيين والموسيقيين، يومين عرض بيكون نوعا ما ظلم للعرض. تمام. هلا حضرتك ذكرتي قبل شوي انه كميزانيه هذا الشيء مكلف كثير، انت عم تحكي عن حوالي 100 ممثل وراقص وعدد هائل من الفنيين وكوادر ومصاريف انتاجيه، فنحن ان شاء الله بس يجينا الدعم اكيد حنكمل ونتابع. أكيد. ورح نتابع. وفي هلا مع الاستاذ كمان وليد درويش مخرج العمل، نعم تحيه اكيد. في عمل يمكن ما لازم احكي، ما بعرف احكي لا ما رح يسمعنا، في تحضير لفيلم ان شاء الله بكمان فكره جديده وضخامه مثل هي تقريبا. نحن بنتمنى لكم كل التوفيق وكل الجهود اللي عم تبذلوها تحقق نتائج مرضيه على ارض الواقع. شكرا كثير لوجودك معنا اليوم. انا بدي اتشكركم وبدي اتشكر معلش عبر شاشتكم كل مين ساهم معنا من فرقه الرقص ومدربينا لكل الممثلين والكادر الفني والكادر التقني اللي كان معنا والمخرج وكل اللي كانوا موجودين معنا. اكيد نتشكرك استاذ طلال لبابيدي، ونوجه تحيه للاستاذ وليد لازم يكون موجود معنا، فاكيد رح يكون معنا بالحلقات القادمه كمان ان شاء الله بفيلم سينمائي قريب. إن شاء الله. شكرا كثير لك.